طبعا اللي احنا بنفرقه عليهم دولت دول قصوص، قصوص على بعضها وشغاله، واللي تحته زغاليل واللي تحته بيض. ده جون ارض مايكل بوجك بترتور الحاجات البيور، اللهم صل وبارك، من السكات القويه جدا، الحاجات المميزه اللي مش هتلاقيها عند حد، كلها اهاليها من هولندا جاي استيراد. مفيش الا هم ناس معدوده في مصر اللي عندها جون اردن ده اللي بترتور البيور. بتكلم على البيور، مش اي حد عنده تراطير يبقى عنده حمام قوي. يعني الاستاذ اشرف اجرس وانا والحاج سيد الجناين، السكات قويه جدا. الجون اردن مايكل بوجك ترتور سريعه قويه، جسم بنيان، اللهم صل وبارك، من اقوى الاستكات للمسافات الطويله. الاله طبعا هولنديه، بسم الله ما شاء الله. دي استكات كلها طبعا. الزغاليل في اللي اتباع وفي لسه هيجهز ان شاء الله، وكله معروض للبيع، وكل حاجه بتمنها، كل حاجه بتمنها ان شاء الله.